بسم الله والحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي الأمين المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكثر الكلام حول التربية، منهم من يقول عسرة، منهم اللي يقول سهلة، منهم اللي يقول ما أفكر أتزوج أصلا، ومنهم يقول إذا تزوجت حد اثنين وقطع لا زيادة. أحبابي ربي يحفظكم، لا هي سهلة ولا هي صعبة ولا هي عسرة، ولكنها نتيجة. زوجين لهم خلفية معلوماتية معرفية تربوية خاصة، الأسرة وطبيعتها، البلد وطبيعته، المكان اللي أنت فيه، هذا بلد ريفي ولا هذا بلد قروي ولا هذا بلد بدوي، يعتمد كل هالأمور تتدخل. بمعنى آخر، مصادر التلقي عند الطفل متعددة وكثيرة. يبقى منو الأقوى؟ الذي يؤثر أكثر. والإنسان طبيعته يؤثر ويتأثر. فإذا أردنا أن نحسن تربية البنين والبنات، فعلينا بخمسة مهمة جدا أسميها اللمسة الحانية. اللمسة الحانية شنو دورها؟ دورها تلطف الجو، ترطب الجو، تهيئ الجو، تخلي الأبوين هم أكثر ناس مهمين في حياة البنين والبنات. ترى هذه القضية، خاصة هذه الأيام أنا أعرف التربية الناس يقولون عنها عسرة وصعبة، لأن مشارب التلقي والنوافذ والأبواب كثيرة. صار الولد والبنت الآن عندهم الإنترنت وعندهم التليفونات وعندهم الصحب وعندهم الطلعات وعندهم الروحات، وصارت المفاهيم والقيم تي من كل صوب. وأنا أعرف أن النوايا طيبة والناس طيبين دار مدارنا ويحبون يتدخلون لصالحنا ولصالح البنين والبنات، لكن أحيانا يصير في تعارض بين فكرتي وفكرتك، تعارض بين رأي الأبوين مع بعض، أو تعارض رأي الأبوين مع الأسرة، أو تعارض رأي الأبوين وتأيدهم الأسرة لكن الحارة أو المنطقة أو القبيلة تعارض، أو البلد شو نسوي، ما المطلوب؟ هذه هني وقت اللمسة الحانية. أنا أدري كل هذا سيأتي لأبنائي وبناتي، لكن خليك أنت الأكثر تأثير. أول نافذة التأثير هي الفهم. افهم عيالك، حاول. أنا أدري إحنا ما حنا آلهة، الله سبحانه وتعالى واحد فرد صمد، لكن الله سبحانه وتعالى عطانا هذا القرآن العظيم، ثم النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنته العظيمة وأفعاله وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعين والمحسنين إلى هذا يوم الدين. في ناس كثير عندهم تجارب جميلة ترجموا كتاب الله سبحانه وتعالى ترجمة سليمة، وترجموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة سليمة، فعطونا أشياء جيدة. لكن في النهاية نحتاج أن نفهم ونحسن اختيار ما ينفعنا نحن في بيتنا. كل بيت غير، كل عائلة غير، لأن التركيبة غير. فمو بالضرورة تجربة أبو عبد الله وأم عبد الله تفيد في بيتنا، مو بالضرورة. لكن افهم عيالك، افهم طبيعتهم. الله سبحانه وتعالى جعل فيهم نزعة، فيهم شيء خاص، افهم هذا الشيء الخاص. فإذا فهمت العيال وفهموك، هذا أول استعداد لحسن التربية. وعلى الاختصار، أنا أدري الموضوع ما ينقال في دقيقة، بس أنا قاعد أحاول أساعد قدر الإمكان. ليش؟ كثير من الناس يحملون محمد ثويني مسؤولية التربية، سين من الناس مسؤولية التربية، الأندية الفلانية هي المسؤولة، الجمعيات الفلانية مسؤولة. لا حبيبي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مهما تدخلت المدارس، مهما تدخلت المعاهد، مهما تدخلت الأندية والبرامج والجمعيات الدينية أو غيرها، أنت المسؤول. الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه المسؤولية، وإحنا نساعد. إحنا أقصد فيها كل المؤسسات الاجتماعية والنفسية والتربوية تساعد، لكن المسؤولية الأولى تقع عليك. فلا تحملها غيرك، ولا تقول أنتوا قصرتوا، أنتوا ما فتحتوا لنا فرص، أنتوا ما أعطيتونا. لا، أنت المسؤول. دام أخذت قرار الزواج وأخذت قرار العيال، وهذا قرار صائب، لازم تستعد حتى تحسن تربية هؤلاء البنين والبنات. وهذا الفهم يحتاج إلى استماع، والفهم والاستماع عبارة عن حوار. وهذه الجلسات الحوارية اللي تصير بينك وبين عيالك، مرة تصير فيها شد، اختلاف بالفكرة، اختلاف بالرأي، اختلاف بالمشاعر، فتحتاج إلى كلمة الحب. ليس الحب فقط، أنا أدري تحب عيالك، وأنا أعرف تحبين عيالك، وأنا أعرف يبا تحبون أبهاتكم أمهاتكم، لكن إظهار الحب هو مهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على أن احنا نظهر هذه العلاقة بين الأصحاب، فما بالكم بين البنين والبنات وأبهاتهم أمهاتهم. فإظهار الحب مهم. تغليف هذا الاستماع وتغليف هذا الفهم بإطار لين هين فيه رفق، كما بين عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. فإذا كان هناك هذا الود وهذا الحب معلن ويغلف لنا هذا الإطار اللي فيه الفهم وفيه الحوار، هذه بوابة مهمة جدا. ثم بعد ذلك تأتي كلمة مهمة جدا. بما أن هناك آراء وأفكار وقناعات
اقتراحات وقرارات 70% منها افعل و30% لا تفعل، فيا ولدي يا بنيتي عادي يقول لك ابوك اقعد لا تطلع. خليني اقول لكم سالفه. كنت قاعد مره مع العيال، ويعني كان عندي نادي المصابيح، فقبل النادي نقعد، الولد هذا يحل واجباته، البنت هذه تلعب، الولد مو، كانوا كلنا جالسين، ما كان في حوار اصلا ولا في كلام، كل واحد بحاله، لكن كنا قاعدين في جو هادئ، في نوع من الامان. انا قاعد خلصت القراءات اللي في ايدي، كنت وقتها يعني موظف الامن قاعد، وانا قاعد بمشي يلا عيال مع السلامه. فالتفت علي واحد من الاولاد وهو منبطح على الارض قاعد يحل واجباته المدرسيه، يبا وين رايح؟ قلت له بروح النادي بروح الشغل. قال يبا اقعد. قلت له ليش؟ قال وناسه. تصوروا، وما كان في حوار اصلا. فاذا في كلمه مهمه هنا جدا، الثقه. وجود عنصر الثقه بعد الفهم وبعد الاستماع وبعد حتى اعلان الحب يؤتي بأنس عجيب غريب في نفوس الآباء والأمهات والبنين والبنات. فيجب أن نبني هذا العنصر، وهو مهم جدا. هالقرارات اللي تتخذ تقول لولدك اقعد لا تطلع لا تروح، الولد لازم يكون واثق بأبيه، واثق أن أبوه يحب مصلحته وعنده شيء قد يرى أمرا هو لا يرى. فوجود الثقة بين الأبوين مع بعض وبين الأبوين مع عيالهم عنصر يؤكد ويخلي التأثير أكبر من بيتنا من الأشياء التي تأتي من الخارج. ولهذا ابن الثقة تحمل بعض المسؤوليات الشخصية، الاستشارات لما تقعدوا تشاور عيالك، يا عيالي كذلك نفس الشيء أنتوا، شاركوا بهاتكم مهاتكم بعض المسؤوليات، عطوهم بعض الأسرار اللي تفيدهم، وفي نفس الوقت أعلن أنك تثق. وهنا نكون وصلنا لآخر نافذة، هذا الجو الحميمي الجميل الأسري اللي احنا نريد منه ان يكون استعداد البنين والبنات انهم يسمعون لنا كآباء وامهات اكثر مما يستمعون الى الاصحاب او النت او الاقران او المدرسه او اي مكان، لانها مسؤوليتنا، ياتي الافتخار. ما اجمل هذا الاب ابو عبد الله وهذه الام ام عبد الله لما تشوف الولد تقول ما شاء الله 1 2 3، تذكر ايجابياته وانسي وتغافلي عمدا عن السلبيات، لان احنا متروسين سلبيات، انا اكثركم سلبيات. لكن لما تواجهيني بكلمه حلوه، أنا مسوي 99 سلبية بس واجهتيني بالإيجابية، هذا الافتخار يزرع في نفسي حب التأثر والتأثير، أباخذ منك أنت يمه، وكذلك الأب. والعكس صحيح، البنين والبنات افتخروا بإيجابيات الأباء والأمهات. ترى كلنا بشر، الله سبحانه وتعالى خلقنا، فينا القوة وفينا الضعف، ومن هاللحظة حنوا على بعض. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.